السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يكونوا بخير. ان شاء الله السنة دي معانا اول درس من دروس القراءة بتاعتنا، قصة الاستماع، اخاف من العدوى. طبعا المحور بتاعنا زي ما احنا متعودين، عندنا اول محور اسمه من اكون. الموضوع الاول بتاعنا هنتكلم فيه عن صحة جسمنا، فالموضوع اسمه جسمي السليم. أول قصة عندنا في الموضوع بتاعنا اسمها أخاف من العدوى. قبل ما نبدأ في شرح القصة بتاعتنا، عندنا في حاجة اسمها تقييم تشخيصي. التقييم التشخيصي ده هنبدأ يا سنة تالتة نحله مع بعض. أول حاجة عندنا نشاط واحد، اقرأ وصل بالصورة المناسبة. عندي جملتين وعندي أربع صور، هقرأ الجملة وهوصلها بالصورة المناسبة ليها. أول جملة عندي: يحضر الأب هدية لابنه. الجملة الثانية: تذهب البنت لزيارة جدتها. أنا شايفة هو الأولاد بيحلوا معايا. أيوة. نشاط رقم 2: اقرأ ثم ضع خط تحت الكلمة الصحيحة. ذهب أحمد إلى حديقة الحيوان في رحلة مدرسية وشاهد العديد من الحيوانات. أعجب أحمد بالقرد كثيرا ورجع سعيدا وجلس يحكي لأهله عن رحلته المميزة. يبقى لما اجي أسأل هنا يا سنة تانية بقول ايه؟ أين ذهب أحمد؟ برافو. واحدة قالت لي ذهب أحمد إلى حديقة الحيوان. طيب ماذا شاهد هناك؟ شاهد العديد من الحيوانات. طيب ايه اكتر حيوان هو اعجب به هناك؟ اعجب بالقرد. اول سؤال عندي: ذهب احمد الى، برافو، حديقة الحيوان. اعجب احمد بايه؟ يا ترى هو اعجب بالاسد ولا الفيل ولا القرد؟ برافو، اعجب احمد بالقرد. نشاط رقم 3: هنقرأ الفقرة وجايب لي على الفقرة مجموعة من الأسئلة نحلها. كانت مريم تجلس في منطقة الألعاب تلعب وتستمتع بوقتها، وفجأة سمعت صوت طفل يبكي، فاقتربت منه لتهدئته وسألته: لماذا تبكي؟ فرد أنه يريد والدته فقد ضاع منها. وقفت مريم تفكر كيف تساعد الطفل، وفكرت في الحل، فاتجهت إلى مكتب الأمن وأخبرته بما حدث، وقام بمساعدتها للوصول إلى والدة الطفل. وسعدت مريم عندما رأت الطفل سعيدا وهو يحتضن والدته. بعد ما سمعنا القصة دي يا سنة تالتة، ايه رأيكم في تصرف مريم؟ طبعا تصرفها تصرف سليم، ان هي حاولت ان هي تساعد الطفل، فقعدت تفكر، فاتجهت، راحت فين؟ راحت لمكتب الامن واخبرته عن الطفل. اول سؤال عندي: كانت مريم تجلس فين؟ برافو، كانت مريم تجلس في منطقة الألعاب. طب السؤال الثاني: سمعت مريم صوت، مريم سمعت ايه سنة تالتة؟ سمعت صوت بكاء الطفل. طيب كيف حلت مريم المشكلة؟ مريم عملت ايه علشان تحل المشكلة دي؟ حلت المشكلة ان هي ذهبت الى الايه؟ الى مكتب الامن. نشاط 4: اكتب الكلمة تحت الصورة.
جايب لي مجموعة من الصور وعايزني تحت كل صورة أكتب الكلمة المناسبة. أول كلمة عندي صورة إيه؟ بطيخ، يبقى أكتب كلمة بطيخ. طيب الصورة التانية عندي صورة إيه؟ قطة. الصورة التالتة صندوق. الصورة الرابعة أرنب. طيب نشاط خمسة، أكتب جملة تعبر عن كل صورة. كل واحد فينا هيكتب جملة تعبر عن الصورة دي. أنا شايفة مثلا البنت تقرأ الكتاب. ممكن حد تاني هيقول لي هدى تقرأ قصة. الاتنين صح. كل أهم حاجة في الجملة بتاعتي إن هي تبقى جملة صحيحة، تكون الإملاء بتاعتها صحيحة، والتزم بعلامة الترقيم في آخر الجملة. الصورة التانية أنا شايفة شمس وشايفة سحاب وسماء. ممكن أقول إيه؟ الشمس تشرق في الصباح. نشاط ستة، عبروا عن الصورة في 3 جمل مراعيا. هنراعي ايه واحنا بنكتب الجملة بتاعتنا؟ الخط يكون خط جميل، علامة الترقيم، كلمات مناسبة، واملاء صحيح. احنا شايفين عندنا في الصورة يا سنة تالتة ولد وبنت، هما الاتنين واقفين تقريبا في المطبخ بيطبخوا ويطهوا الطعام. انا كتبت اول جملة احمد يطهي الطعام. كتبت الجملة الثانية أسماء تشارك أحمد في طهي الطعام. الجملة رقم 3 أحمد يجيد طهي الأرز. طبعا احنا ممكن نغير في الجملة زي ما احنا اتفقنا، بس أهم حاجة تبقى الإملاء صحيحة والتزم بعلامة الترقيم. هنبدأ بقى ننتقل للقصة بتاعتنا أخاف من العدوى. القصة دي سنة ثانية، دي سنة تالتة، بتحكي عن ايه؟ بتحكي ان كان في ولدين اصدقاء، ولد اسمه عمر وولد تاني اسمه يوسف. عمر كان ملتزم جدا بالنظافة، بس النظافة بتاعته كان مبالغ فيها، كل شوية يخش يغسل ايده بالماء والصابون، يخاف يسلم على حد من اصدقائه، يخاف ياكل حاجة من اصدقائه، لانه دايما خايف ان هو يتعدى منهم. اما يوسف فكان مهمل، ما كانش بيلتزم بأساليب النظافة، كان بيأكل من البائع الجايلين، ما كانش بيغسل إيده بالماء والصابون. هنشوف عندنا هنا الولد الأولاني ملتزم جدا بالنظافة وبيغسل إيده بالماء والصابون. أما الولد الثاني عندنا ما هوش ملتزم بالنظافة، يلعب في القاذورات، يأكل من البائع الجائلين، ما بيغسلش إيده بالماء والصابون. طب هنشوف نتيجة سلوك كل واحد فيهم حصل ايه في الاخر. قصة الاستماع اخاف من العدوى. عمر طفل يهتم بنظافته الشخصية بصورة مبالغ فيها. يبقى عمر طفل بيهتم بايه سنة تالتة؟ بنظافته الشخصية. فهو دائما بيعمل ايه؟ يغسل يديه اكثر من 10 مرات كل 5 دقائق، كل دقيقة كل ثانية يخش يجري يغسل ايده ويجي. ويحمل معه مناديل مطهرة ليمسح بها كل شيء يمر عليه، ليس مرة واحدة ولكن عدة مرات، وده يعتبر شيء مبالغ فيه. لا يأكل لدى أحد من أصحابه لأنه لا يثق بالنظافة خلال إعداد الطعام. يبقى هو ما بيقدرش يأكل عند حد من أصدقائه لأنه إيه؟ ما بيثقش في النظافة وهم بيعدوا الطعام. طيب لما أجي أسأل سؤال يا سنة تالتة، عمر كان بيهتم بإيه؟ إيه أكتر حاجة كان بيهتم بيها عمر؟ كان عمر يهتم بنظافته الشخصية. ماذا كان يحمل معه عمر؟ كان يحمل معه مناديل مطهرة. لماذا؟ ليه كان بيحمل المناديل المطهرة؟ ليمسح بها
كل شيء يمر عليه. أما بالنسبة ليوسف، تعالوا كده نشوف يوسف مختلف تماما عنه. فهو يختلف عن عمر لأنه لا يهتم بنظافته الشخصية أبدا، ما بيهتمش بنظافته دي أبدا، فهو لا يغسل يديه إلا نادرا، ويأكل من الباعة الجائلين باستمرار. يبقى ماذا كان يفعل يوسف؟ يوسف لا يهتم بنظافته الشخصية، لا يغسل يديه إلا نادرا، وكان يأكل من الباعة الجائلين، وده طبعا يعتبر تصرف وسلوك خاطئ. طب إيه اللي حصل له نتيجة السلوك الخاطئ بتاعه ده؟ إيه اللي هيحصل له؟ وفي يوم من الأيام صرخ يوسف متألما من بطنه: آه بطني، آه بطني. ده نتيجة ايه؟ السلوك الخاطئ، ان هو لو كان بيحافظ على نظافة يديه ما كانش بيأكل من الباعة الجائلين، ما كانش جاله بطن وجعته وهيجيله نزلة معوية. ايه اللي حصل بقى؟ اخذه والده مسرعا الى المستشفى. طبعا لما هو اشتكى من بطنه، ام والده ام جاي موديه المستشفى. وبعد ان كشف عليه الطبيب قام بحجزه. بسبب ايه؟ لماذا قام الطبيب بحجز يوسف؟ بسبب اصابته بنزلة معوية. طيب ليه اصاب بنزلة معوية؟ لماذا اصيب يوسف بنزلة معوية؟ لانه تناول طعاما ملوثا. طب ايه اللي حصل؟ بعد ذلك كان عليه ان يرتاح في البيت لمدة اسبوع مع تناول طعام صحي والاهتمام بالنظافة باستمرار. يبقى هنا سؤالنا، الدكتور طلب ايه من يوسف؟ طلب ان هو يرتاح في البيت لمدة اسبوع. طب ماذا كان يتناول؟ كان هيتناول ايه؟ هيتناول الطعام الصحي والاهتمام بالنظافة باستمرار. لازم دايما يهتم بنظافته باستمرار، وان هو يتناول الطعام الصحي وعدم تناول الطعام من الباعة الجائلين. طيب عايزة كده أسأل سؤال، فاكرين يا سنة تالتة لما كنا أخدنا الطعام الصحي وقلنا الطعام الصحي ده لازم يكون زي إيه؟ لازم يكون متوافر العناصر الغذائية بتاعتنا، يكون فيه البروتينات اللي احنا بناخدها من اللحوم، هيكون فيه الخضروات بتاعتنا اللي احنا لازم ناكل خضروات في الطعام بتاعنا، لازم نشرب اللبن، لازم ناكل اللحم، ناكل البيض، ناكل الفواكه، يكون الطعام بتاعنا متكامل، وده بنسميه الطعام الصحي. جلس عمر في بيته حزينا، فسألته أمه: لماذا أنت حزين يا عمر؟ أنت زعلان ليه؟ فرد: أنا أفتقد يوسف جدا، أنا بفتقد يوسف يا أمي جدا. فسألته أمه: لماذا لا تزوره؟ ليه أنت ما بتروحش يا عمر تزور يوسف؟ فقال: أخاف أن أصاب بالعدوى من مرضه، أنا خايف أروح أزور يوسف أحسن أتعدي زيه، لأنه هو أصيب بنزلة معوية. طيب هنشوف الأم ردت عليه قالت له إيه. نظرت الأم إلى عمر واحتضنته وقالت له: يوسف يعاني نزلة معوية بسبب تناوله طعاما ملوثا، هو تناول طعام ملوث عشان كده هو أصيب بنزلة معوية، وهذا المرض لا ينتقل إلى أحد بالمخالطة، فلا ضرر من زيارتك لصديقك يوسف. اهتمامك بصحتك وسلامتك ونظافتك شيء حميد، ده شيء جميل ان انت تهتم بصحتك وتهتم بسلامتك وبنظافتك، ولكن يا عمر اذا بلغنا في حيطتنا فلن نستطيع التواصل مع الناس. لو احنا قعدنا نحافظ على صحتنا جامد جدا مش هنقدر كده يبقى في تواصل بيننا وبين الناس. امال احنا المفروض ان احنا نعمل ايه؟ احنا نهتم بصحتنا، نهتم بسلامتنا ونهتم بنظافتنا، ولكن مش بشيء مبالغ فيه، يكون شيء محمود، يكون شيء طيب وجميل ان احنا نعمل حاجة زي كده، بس مش على طول وباستمرار، وان احنا نبقى خايفين نسلم على اصحابنا وخايفين ناكل منهم وخايفين ان احنا نتعامل معاهم. لا، نعمل كل حاجة بس بشيء
طيب بشيء رزين، ما يبقاش الشيء ده يكون مبالغ فيه. فكر عمر في كلام والدته، عمر قعد يفكر في كلام مامته، وبعد ما فكر قال ايه؟ قرر الذهاب الى يوسف للاطمئنان عليه. وبعد هذا اليوم فهم كل منهما كيفية الحفاظ على صحته باعتدال، كل واحد فيهم عرف ازاي يقدر يحافظ على صحته. فيوسف صار يهتم بصحته ونظافته، وعمر أيضا لم يعد يبالغ في نظافته وحرصه الشديد على سلامته. يبقى هنا كل واحد فيهم عرف هو هيقدر يتعامل مع أصحابه ازاي. عمر قال أنا هحافظ على صحتي واهتم بنظافتي، بس بشيء طيب بعدم المبالغة، اللي أنا ما بالغش في النظافة بتاعتي. أما يوسف صار يهتم بصحته، بدأ إن هو يهتم بصحته، ما يتناولش الطعام من الباعة الجائلين. رقم اتنين إن هو يهتم بنظافته الشخصية ويتناول الطعام الصحي. طيب أما أسأل سؤال يا سنة تالتة، إحنا استفدنا إيه من القصة دي؟ إيه اللي إحنا استفدناه؟ برافو، أنا سمع واحد أهو بيقول الاهتمام بالنظافة الشخصية، إن إحنا نهتم بنظافتنا الشخصية، ولكن بشيء حميد بصورة ما تكونش مبالغ فيها. رقم اتنين أعمل إيه كمان؟ إن أنا أغسل إيديا بالماء والصابون، ما عدش ألعب طول النهار وأقوم رايح ماسك الطعام وأكله، لأ لازم قبل تناول الطعام إن أنا أغسل إيدي بالماء والصابون. تلاتة عدم تناول الطعام من الباع الجائلين، إن أنا ما تناولش الطعام من الناس اللي بيمشوا في الشارع. رقم أربعة خمسة إن إحنا نتناول الطعام الصحي، ضروري جدا يا سنة تالتة إن أنا أهتم بتناول الطعام الصحي. ليه بهتم بتناول الطعام الصحي؟ لكي تصبح صحتي جيدة.